بسم الله الرحمن الرحيم اليوم الخميس 23 9 2021 من مجزر البساتين تم اليوم بفضل الله تبارك وتعالى تحميل 15 طنا من لحوم سقوق الاضاحي لتوزيعها على المديريات الاتيه المنيا ثلاثة قطن القليوبية أربعة طن السيوط أربعة طن الشرقية أربعة طن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشكرا وجزاكم الله خيرا